سلمك الله، أحد إصدارات المشاريع التربوية اللي يتبناها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي وفقه الله، وهو له يد طولة وباع واسع في المجال، دورات عقدها في عدد من البلدان، له عدد من المصنفات، زار عدد من المراكز، أحيا كثير من الدورات في هذا الباب، وشغله الشاغل وهمه الهميم هو هذا، العناية بما يتعلق بموضوع الأسرة كنماذج تطبيقية عملية مستقاة من أحكام الشريعة، من السنة النبوية المراد فيها، من كلام السلف والجيل الأول الذين كيف تربوا ونحو ذلك. هو يحاول أن ينزل هذه من مجرد نصوص موجودة تقرأ استعظاما، هي أهل أن تعظم، إلى كونها برنامج عملي حقيقي للناس. هو أراد هذا، دورات يقيم لهذا، وما أصدره من مؤلفات في هذا الباب تخدم هذا الجانب. هذا منها، شوف هذا مثال، هذا عنوانه 365 يوما من التربية الأسرية، خطة عملية أسرية لمدة عام كامل. طريقته فيها قدم بمقدمات، أنا بس بفتح للإخوة حتى يشوفوا. شوف، قسم إلى، يقول عندنا ثلاث مراحل، سنة كاملة، قال ثلاث مراحل: مرحلة الفهم، مرحلة البناء، مرحلة العلاج. الفهم 3 أشهر، البناء جعلها سلمك الله، هذا شوفها، شوف البناء جعلها 6 أشهر، والأخيرة العلاج جعلها 3 أشهر. ثم مضى في كتابه يجعل هذا مرحلة الفهم 3 أشهر، يقول لك الشهر الأول، هذا الشهر الأول يأتي بالموضوع الذي تريد أن تركزه في تربية للأسرة وخطة، يتكلم عنه الآن. شوف هذا الكلام النظري الآن، هذا الكلام النظري، حتى يصل إلى بعدك نظري إلى كتاب يقترح يقرأ في هذا الشهر، هو الشهر الأول، يتعلق بالباب، يتعلق بهذه المادة اللي تريد أن تعرضها على الأسرة أو تريد إفادة الأسرة بها، ويقترح عليك الكتاب، وهذا باركود تحميلي يعني معروف. ثم بعد ذلك، هذا عبارة سلمك الله، الجداول هذه للمتابعة والتدقيق والإحصاء حتى تعرف الأسرة. ده هو الحين كان برنامج عملي، يعني مو مجرد نظري. يلا هذه الجداول، السبت، الأحد، الأسبوع الأول، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، كله فيه، كل قضية لابد كانت في الأسبوع الأول يتربى على الأسرة أو تستوعبها الأسرة، لابد يجعل لها تقييم وتقييد وماذا استفاد. وهذا الشهر الثاني مثلا، الشهر الثاني أسرار الأسرة، وهذا تقديم له، ثم كتاب مقترح، كل الكتاب بهذه الطريقة، ثم الجداول، جداول المتابعة ولهم، والكتاب كله بهذه، آخره عبارة عن أشبه ما يكون بملخصات، ملخصات فيها ملخص لما مضى، بيان بعض القوانين المهمة في الحياة والطبيعة، مما تحتاج الأسرة إلى فهمها وإدراكها، بعض الأشياء اللي تحتاج أن تكون على ذكر منها دائما. يعني وفقه الله، الكتاب من تأليف وإبداع وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي وفقه الله، وهو من إصدارات دار أمجاد حنين بمصر بالاشتراك مع مركز إبصار.